بنو إسرائيل هم أحفاد النبي يعقوب المعروف أيضا باسم إسرائيل، وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. نزلت عليهم الديانة اليهودية التي حملها لهم النبي موسى عليه السلام، وهي الديانة التي يتبعها اليهود ويستمدون شرائعهم من التوراة. أما إسرائيل كدولة فهي الدولة التي أنشأتها الحركة اليهودية الصهيونية باحتلال فلسطين وسلبها من شعبها. هذا الانتماء للدولة لا يعتبر من الجميع من بني إسرائيل، بل هناك يهود لا يتبعون الصهيونية ويعارضون سياسات الاحتلال. بدأت قصة نشأة بني إسرائيل بميلاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام الذي كان عرف باسم إسرائيل، ومن هنا جاءت تسميتهم بني إسرائيل. فقد أنجب يعقوب 12 ولدا، منهم سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرض لحقد إخوته. يعقوب أنجب أولاده في منطقة تعرف باسم حران، وهي منطقة تقع في شمال بلاد الشام بين تركيا وسوريا. لم يولد بنو إسرائيل في أرض فلسطين التي كانت تحكمها قبائل كنعان قبل ميلاد يعقوب وأبيه إسحاق، لكن بعد فترة من الزمن عاد يعقوب وأولاده وبقية زوجاته إلى أرض كنعان فلسطين. وعند نشأة إسرائيل كان أول من رحل من فلسطين إلى مصر هو يوسف عليه السلام، فقد قام إخوته بإلقائه في الجب لغيرتهم من حب أبيهم له. وجدته العائلة المضيفة في مدين ونقلته إلى مصر. فيما بعد قرر والده وإخوته مغادرة فلسطين هربا من المجاعة، واتجهوا إلى مصر، وبهذا لم يتبقى أحد من نسل يعقوب في فلسطين، بل عاشوا جميعا في مصر. بعث الله نبيه موسى بن عمران إلى بني إسرائيل حين كانوا مستضعفين من قبل فرعون في مصر، والذين آمنوا بموسى نجوا من جبروت فرعون وهربوا من مصر بمعجزة انشقاق البحر ووصلوا إلى بلاد الشام. في تلك الفترة أمر الله بني إسرائيل أن يذهبوا إلى الأرض المقدسة فلسطين ويجاهدوا فيها في سبيل الله لتحريرها من العمالقة، لكنهم خافوا على حياتهم ورفضوا أمر الله رغم وعده لهم بالنصر. قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرفضوا الدخول وقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. حتى تمادوا في رفضهم وقالوا قولا عظيما، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج والضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. فغضب موسى عليه السلام ودعا عليهم لأنهم نكصوا عن الجهاد. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحكم الله عليهم بالتيه والضياع في الأرض لمدة 40 سنة. ولما انفصل موسى وأخوه عن بني إسرائيل تاه بنو إسرائيل الفاسقين في صحراء سيناء، وظلوا ضائعين في دوامة الحيرة لمدة 40 عاما. كانوا يسيرون لمسافات طويلة ثم يجدون أنفسهم في نفس الموقع الذي انطلقوا منه. في هذه الفترة بدأوا يموتون تباعا ويخرجون من هذه الحياة وهم ضعفاء وذلولون، حتى مات جيل الذل تماما دون أن يتبقى منهم أحد. بعد ذلك نشأ جيل آخر من بني إسرائيل الذين آمنوا بيوشع بن نون، وهو الفتى الذي ذكر في سورة الكهف في قوله: وإذ قال موسى لفتاه. وقد اختار الله يوشع بن نون ليكون نبيا، وحكم يوشع بني إسرائيل بأحكام التوراة بأمر من الله. فتح يوشع بن نون وقومه بيت المقدس، ولكن هناك اختلاف في الآراء
حول ما إذا كانوا قد وصلوا فعلا إلى القدس أم لا،